السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله نزلنا سوق السيدة عائشة، بنصور مع مزرعة المروة دكتور محمد البنا. طيب النهاردة إن شاء الله الدكتور محمد عامل لنا عروض، العروض دي خاصة بالقناة، المشتركين القناة، هنستعرض العروض بالتفصيل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ محمد، وكل سنة وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين ان شاء الله. النهارده كنا قلنا ان احنا هنعمل عروض بعد العيد ان شاء الله، عروض كويسه جدا، ومنها دعم لاخواتنا، في جزء منها هيروح دعم لاخواتنا في غزه ان شاء الله، زائد ان احنا برضه عشان نبقى كويسين مع الهواه والدنيا تبقى معانا تمام، هنقول العروض بتاعتنا برضه اللي عندنا، والاسعار كلها هيبقى في خصم من اول 5% لغاية 25% على جميع المنتجات. تمام، في عندنا عرض على الكورس برضو، ده هنخليه مفاجأة للي هيتصل يطلب الكورس كامل او الصيدلية. تمام، في عندنا حاجات جديدة دلوقتي خاصة بحتة جهاز الرطوبة ودرجة الحرارة، عندنا التايمر. طبعا يا دكتور انا مش عايز اقاطعك، بس عشان في ناس ما بتكملش الفيديو، عايزين نقول ان رقم تليفون الدكتور ان شاء الله هيبقى نهايه الفيديو عشان الناس اللي بتسال في التعليقات. كمل يا دكتور. طيب هيبقى عندنا عرض على الجرو، النص كيلو بدل 240 هيبقى 200 جنيه فقط. تمام، ده تاكيل يدوي محترم جدا. معانا الربع ب 110 بدل 125. لا ده مش التوم هيبقى معانا عامل 65، هيبقى معانا عرض على السرنجه ب 90. بس 90 بدل كام؟ بدل، في ناس بتبيعها ب 120 وناس بتبيعها ب 110، فناس اقل حد بيبيعها ب 100، احنا هنبيعها ب 90 ان شاء الله زي ما احنا ماشيين. هيبقى في عرض كمان على جميع الفيتامينات وجميع المكملات من 5 ل 25%. تمام، هيبقى عندنا عرض على خاصه طبعا عشان الجو الحر وازاي معالجه الجو الحر ان شاء الله. عندنا منتج زي موسع الشعب، فيتامين سي 99% جرام على 8 لتر ميه، كل ده هيبقى عليه عروض، عروض بتصل ل 25% و20% و15% زي ما قلنا. تمام، في عندنا طبعا الناس دلوقتي كلها بتشتكي من حته الاجهاد الحراري وحته ان الطير عندنا مفرهد وعندنا حالات موت اجهاد حراري كتير، فزي ما قلت عليك وعلى الزيوت العطريه، يا ريت نجيب شوية زيت نعناع نبتدي نبخ بيه الطير، شوية زيت قرنفل نقدم شوية نعناع للطير، شوية قرنفل للطير، شوية أي نزود حتة الزيوت العطرية معانا ونبخ الطير ونبخ السلكات ونبخ الدنيا، نخلي الجو على الأقل ملائم بالنسبة للطيور. فيتامين سي عشان نقل درجة الحرارة بتاعت الجسم بتاعت الطير ونخف من الجهد الحراري. تمام، هيبقى عندنا عرض على فيتامين سي 99%. تمام، دوت هيبقى بدل 50 هيبقى ب 40. هيبقى معانا خصم على موسع الشعب. تمام، في ده وفي ده. تمام تمام، برضه هيبقى عليه خصم هيتراوح 15%. تمام، هنحسبها على حسب الكميه اللي هياخدها ان شاء الله. في عندنا مضاد سموم فطري، دوت جرام على الكيلو، ده يعمل معانا 150 كيلو اكل، دوت بدل 50 هيعمل معانا 40 جنيه ان شاء الله. الحاجات اللي احنا حاسبينها خلاص احنا متفقين عليها. هيبقى معانا خصم زي ما قلت على الفيتامينات على المجموعه كلها
بنسب هنحسبها على حسب الحاجه اللي هياخدها. اللي هيبقى واخد الكورس هيبقى ليه نسبه اكبر، اللي هيبقى الكورس كامل، اللي هيبقى واخد مجموعه متكامله هيبقى برضو ليه جزء. كل دوت الصيدليه هيبقى ليها جزء وليها خاص. و يا ريت الفتره اللي جايه ده الماكسلور اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، ها ده مضاد فيروسي ومضاد بكتيري ورافع مناعه، تمام، بيقضي لي على الفطريات والسموم والفيروسات وكل متخيله، زائد ان هو بيرفع المناعه بتاعه الجسم وبيقوي الطير ضد الفيروسات والبكتيريا. طيب لو في اي حاجه تانية طبعا. بالنسبه للاسئله اللي جات للاستاذ محمد، منها هل ينفع اشغل الطيور في الجو ده ولا لا؟ طبعا هنا انا مش بلزم اي حد ان هو يحاول يشغل الطير في الوقت دوت بالذات، ولكن على حسب الجو عندك. مثلا في ناس بتبقى مجهزه الاماكن بتاعتها تجهيزات عاليه جدا، فبالتالي ان هو يقدر يعمل عمليه انتاج سليمه والجو عنده بيبقى ملائم لعمليه الانتاج. لكن اللي انا مثلا بربي في مكان مكشوف درجه الحراره عاليه، نسبه الرطوبه عاليه، انا كده بهلك الطير على الفاضي، زائد ان نسبه النفق بتاعها تبقى اعلى، كبس البيض هيبقى ازيد عندي، الزغلول اللي هيطلع مش هيبقى بصحه جيده، هيبقى دايما ضعيف هزيل، لان درجه الحراره بتلعب دور كبير جدا. هنلاقي مشاكل في الريش، هنلاقي مشاكل في حته نمو الطير نفسه الزغلول، هنهلك الطير الكبير عمال على بطال في الاونطه، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، انا 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 بديله فوق طاقته، تمام. يا ريت يا جماعه الفاكهه الفتره اللي جايه ديت تبقى نهتم بيها، الفاكهه اللي فيها ميه كتير يا ريت ننوع الفاكهه اللي متاحه عندك في البيت قدمها، ما بنلزمش حد بحاجه. حته الزيوت العطريه، حته الفيتامين سي، حته ان انا بخاخه حتى لو بشويه خل ابيض، ما عندكش خل تفاح، خل ابيض ورش المكان كله، طهره عقمه، هتريح الطير. الخل برضو بيخفض درجه حراره الجسم. هنعمل بتاعه الريش بالاخص وبيلمع الريش والكلام ده كله، فبلاش نبخل على الطير حتى باحواض استحمام. ممكن نستخدم حاجه زي البيركون اس دي، البيركون اس ده، الفينكل اس سوري، دوت محترم جدا، ممكن جرام على لتر ميه في حوض ونخليه يستحمى فيه. ممكن نعمل 5 جرام على اللتر ونعقم الطير ونعقم السلكات بالمكان كله، وان شاء الله ممكن نبتدي. انا افضل ان راحة الطير دلوقتي وابتدي اجهزه على انتاج ابتداء من شهر 9، ده افضل وقت ليه. طيب عدد الشهور المناسب مثلا لو هنتكلم على طائر الكوكتيل، ممكن يعني الفترة المناسبة ان انا اريحه بيها بحيث ان هو بعد ما يرتاح يديني دورة انتاج ممتازة؟ اقل ما فيها المفروض 6 و7 و8، 3 شهور. ويفضل يعني ممكن بأسوأ الظروف 7 و8، 7 و8 دول اساسيين لازم ان احنا نريح فيهم الطير، عشان خاطر ان هو يستعيد حيويته. نبتدي نعمل معاه كورس محترم نجهزه لموسم انتاج قوي، لان انت هنا دلوقتي بتبني الطير. الطير دوت عباره عن عماره بتبنيها، بتاسس تاسس تحت، رميت اساس صح هتبني صح، رميت اساس غلط هتستحمل مشاكل الموسم كله. هنقعد نعالج، هنقعد نعمل، لكن لو انا دايما بعد الطير ان هو ينتج معايا انتاج سليم، يبقى انا هنا كده نجحت، ضمنت موسم انتاج جيد معايا. رقم 3 والاهم ان انا اشتغل بحاجه زي الاورجاسيد مع الانترو جارد للقضاء على البكتيريا الضاره، الفطريات، رفع الكفاءه، فتح الشهيه، تحسين الهضم، ضم القضاء على اي مستعمره بكتيريه زي السالمونيلا كوليسترول دي ايكولاي قبل انشائها، مش استنى لغايه اما الطير يتصاب معايا واعالجه بس. تمام يا دكتور، ماشي. طيب احنا كده عشان برضو الناس اللي بتسال على رقم تليفونك والتواصل، يبقى التواصل تليفونيا ولا واتس؟ ده شغال وده شغال، بس يفضل تليفون افضل، لان انا بيجي لي في اليوم فوق ال 40,000 رساله، يعني يوميا. انا دلوقتي لو فتحت الواتساب لاي حد
هيتفرج هيقول لي يعني انا حرفيا بغير التليفون بسبب ان انا عندي الدنيا بتخرب. تمام فاهمني. فيا ريت يا ريت ان مش هقدر ارد على الرسائل دي كلها. يا ريت الناس انا تحت امرك في اي وقت كلمني فون. الدقيقه دلوقتي بقت رخيصه مش غاليه وانا هبقى معاك وهرد واقدر افيدك اكتر واستفاد منك ان انا اقدر اعرف التشخيص السليم عشان اقدر اديك العلاج المظبوط للطير. هو شخص الحاله صح. تشخيص الحاله هو اللي بيدي العلاج السليم والصح للطير. بس رقم التواصل ان شاء الله 03-41-41-663 دكتور محمد البنا. شكرا جدا يا دكتور. شكرا جدا للمتابعة. شكرا على المشاهدة. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.